حاضر يا ابوي. يلا عشان تنعس لك شويه. يلا الحق يا جنب العمدي، الحق يا جنب العمدي. في ايه يا اللي قارش اللي جابوه؟ النار ماسكه في ارضك اللي جنب النيل واللي جنبيها كمان. هتقوليه؟ لا لا شكرا. الناس دي يا ابوي باين عليها اذكياء قوي. النيابه بتقول انهم ما لقوش اي دليل يقدر يرشدهم على الفاعل. يعني حدد جاي ضد مجهول والحق يضيع؟ لكن لا، عارفهم واحد واحد ومش حنفوت حد فيهم واصل حتى لو وصلت للقتل. ايه ارض بالغصب ولا ايه؟ ادي روحكم مال يا جابر، خلينا ننتظر لما الحكومة والنيابة يخلصوا شغلهم. شغلهم؟ شغلهم ايه يا عم؟ ما احمد بيقول ما فيش دليل. ما تسمع كلام عمك يا جابر وما تتهورش امال. وانا عن نفسي بكره حقابل مدير الامن واعرف منه التحقيق وصل ليه. اسمع انت يا احمد يا واد عمي، الناس دي يدها طايله ولازم حد يوقف قدامهم. وكلام ربنا بيقول العين بالعين والسن بالسن والباقي اظلم. يا ولدي ما تحطش نفسك في الغلط، ننتظر بكره نشوف احمد هيوصل لايه وبعدها يعدلها ربك. ما تبقاش في ايدينا ونحلها باسناننا. اللي تشوفه اللي تشوفه عم. وبعد هالك يا جميل، واهي اختي اخرة اللي انت بتعمليه ده؟ مش بيدي يا اختي، مشغولة مشغولة على ولد يدهم، خايفة لا يخرج عن طوع جده ويعمل اللي في راسه. ولو عمل كده مش هتعدي على خير، مش هتعدي على خير. ويا ريت على جده بس، ده جابر اخوكي ممكن يغفلجها على الكل وتحرم مني ومن مجيته هنا. الله يجازيك يا جميلة، قلبتي عليه المواجع. كأنك بتحكي حكاية زمان ولا عمل أحمد. سنين كثيرة عشناها في الموال دي، بس مش كل مرة بتسلم الجرة زي ما بيقولوا في الأمثال. يا أختي وإحنا في إيه في إيدينا نعملها؟ اللي عايزه ربنا هيكون، وما تشيليش الهم كده. آه ونعم بالله، استغفر الله العظيم. قومي قومي نقعد مع الحاجة بدري. مالك يا عمتي؟ أنا بخير يا بنتي. شكلك بعافية، تحبي نجيب لك حكيم؟ حكيم ربنا يا بنتي، وبعدين دل شوية وجع في الراس حيروح الحال. أنا حقوم أعمل لك حاجة تشربي. ماليش نفس، سيبيها على ربنا يا بنتي. هملوني لحالي، هملوني يا بنتي، هملوني. قلت في يا رب، قلت من عندك يا رب، قلت في يا رب. أنا خلاص قررت مش هسكت من هنا ورايح، أنا هكلم أتهم أقول له إن أنا أمه وإنتي تبقى أخته. كده؟ من غير أي دليل على كلامك؟ أنتِ فكرتي كويس في اللي أنتِ بتقوليه ده؟ أيوه فكرت كويس، وده الحل الوحيد اللي هيوصلني للحقيقة. ما فكرتيش في نتيجة كلامك لو ما طلعش ابنك؟ أو حتى لو طلع ابنك؟ تقصد إيه؟ هقصد إن أدهم لو ابنك يبقى أكيد هو ما يعرفش، وكل الشواهد بتأكد كده. ونزولك ليه بخبر زي ده هيبقى صدمة كبيرة، والصدمة مش هتبقى ليه لوحده، هتبقى الإنجي كمان اللي هتكتشف بعد السنين دي كلها إن ليها أخ، وأخوها ده هو نفسه الإنسان اللي هي بتحبه. وفرض يا ستي إن هو مش أخوها، ليه تحرميها من حبها؟ يعني اعمل ايه بس؟ اسكت؟ انا ما قلتش كده يا نهله، بس المساله دي محتاجه تمهيد منك ومن والده. ده لو فرضنا انه ابنك فعلا، انما بقى لو ما كانش ابنك هيبقى انت عملتي مشكله كبيره قوي ملهاش لازمه، وصورتك هتبقى وحشه قوي قدامه وقدام انجي كمان، اللي هتفتكر انك عملتي كده عشان تبعديهم عن بعض.
انا مش هممني كل الكلام اللي انت بتقوله ده، انا عايزه احلل اللي انا فيه بدل الاحباط اللي انت عملته تحبطه لي يا اخي. انا بحبطك يا نهله؟ لو كلامي ده بيحبطك اتفضلي حضرتك اعملي اللي انت عايزاه. مساء الخير. طمنيني يا دكتوره، جدتك مالها؟ جدتي بخير والحمد لله، هي بس ضغطها عالي شوي وده اللي مسبب لها الصداع، ان شاء الله هنظبطه وتبقى زي الفل. ربنا ما يحرمنيش منك يا دكتوره. ولا منك انت كمان يا جدتي. بصي بقى يا ستي، الدواء ده هتمشي عليه يوميا بعد الفطار، ومفيش اكل اي حاجه حادقه، سامعه يما؟ حاضر يا دكتوره. وكمان حجز لك الضغط يوم بعد يوم ان شاء الله. وهو الوكل يبقى له طعم من غير حته جبنه قديمه ولا حاجه حادقه تفتح النفس؟ ها من اولها كده مفيش سمعان كلام. ما تقلقيش يا بنتي، كل اللي بتقوليه ماشي. اسمع الكلام يا حاجه، الدكتوره رايدالك الصالح. هو كلاتكم عليا ولا ايه؟ شفت حضرتك، طلع اجازه والبنت مش في اوضتها، يعني هما الاثنين مع بعض. انا هكلمها عشان اقول لها انه اخوها. كفايه بقى لحد كده يا نهله، ما تبوظيش كل حاجه وتدمري اعصاب البنت. انت ايه اللي جرالك؟ تفتكري لو عملتي كده كل حاجه هتتصلح؟ تفتكري في حد ممكن يصدق الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ايه يا نهله، انا استحملت كتير بقى، ما بقتش قادر كل يوم اقول هتفوق من الكابوس ده، برضه مفيش فايده. في ايه؟ بتعذبيني وبتعذبي نفسك وبتعذبي البنت، بنتنا الوحيده يا نهله. ولا نسيتي ان ليكي بنت مني؟ عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. ازيك يا اذهب؟ اتفضل. خير يا اولاد؟ يا ترى ايه سبب العزومه المفاجئه دي؟ خير ان شاء الله يا ابوي. اولا احنا بنحتفل بنجاحك في الانتخابات، وبصراحه احنا ما لحقناش نبارك لك بالطريقه المناسبه، وحسينا كده ان احنا ما عندناش دم. ده كلام تقوله برضك يا سيف؟ طب ما انتوا فعلا يا ولدي ما عندكوش دم. والله عندك حق يا ابوي. طب ده اولا. وثانيا. ثانيا يا ابوي، احنا بنعتذر لك على الطريقه اللي احنا كلمناك بيها في الشقه عندي. اهو ده بقى اللي بياكد لي ان انتوا فعلا ما عندكوش دم. وعشان كده احنا قررنا ان احنا نقابل سعادتك وناخد من سعادتك معاد علشان نعتذر لك ونقابلك بزوجات المستقبل بتوع عيالك. انا؟ لا لا، الحكايه دي ما تنفعش اليومين دول، انا مشغول، عندي شغل المجلس دلوقت غير شغل المصنع في الناجح. يا ابوي دول نص ساعه، يمكن لما تقابلهم تقتنع بيهم وتوافق وتكلم جدي. اسمع يا سيف، اسمع يا ادهم، انا عايز اقول لكم حاجه مهمه قوي. لازم تفهموا ان انا شخصيا ما عنديش اعتراض عليهم حتى من قبل ما اقابلهم. أنا واثق إنكم أحسنتوا الاختيار. يعني المشكلة دلوك في جدي وبس؟ وجدي مش هيكسر لك خاطر، وبعدين كلمتين من اللي بتقولهم في المجلس بتلين بيهم الصخر، مش هتقدر تلين قلب جدي؟ المسألة مش بالبساطة دي يا سيف. سامحني يا أبوي، يعني حاسس إنك مش عايز توقف جنبينا. بالعكس يا أدهم، ما أنا لسه قايل لكم أنا ما عنديش اعتراض، بس حكاية حريق أرض جابر عامله دوشه في النرجع، وجدكم مشغول بيها قوي، انا مش هقدر افتحه في حكايه زي دي دلوقت. معلش يا اولاد، يومين كده وكل شيء هيتحل باذن الله. جرى يا اولاد، يا العزومه دي كلام وخلاص؟ فين العشاء؟ تطامر يا ابوي. المرة دي كمان صدفة؟
لا مش صدفة، لقيت نفسي مخنوق ومش لاقي حد اتكلم معاه، ولقيت عربيتي بتاخدني لغاية المطار وبحجز تذكرة الطيارة وباجي على هنا. معرفش ليه علا، حسيت ان انت الانسان الوحيد اللي ممكن يسمعني. مالك يا استاذ احمد؟ حسيت ان ابني الوحيد بيضيع من بين ايديا، وانا عاجز مشلول مش قادر اعمل له حاجه، زي ما تكون ايديا في الكلبش الحديد مش قادر احركها. غلط يا احمد، لامتى هتفضل ساكت؟ في ايه تاني خايف تخسره اكتر من ولادك؟ انا تعبان يا علا، تعبان قوي، عايز اهرب من الدنيا خالص، عايز اغمض وافتح عيني الاقي نفسي بعيد بعيد قوي ولوحدي. ليه لوحدك؟ في ناس يهمهم سعادتك، يهمهم ان هما يقفوا جنبك ويساعدوك. تفتكري؟ انا متاكده. عاوز نصيحتي؟ انت تحجز اوضه في الفندق النهارده وتدخل الاوضه وتقفل على نفسك وتقفل موبايلك وتنام لغايه جسمك وعقلك ما يرتاحوا. يا ريت اقدر اعمل كده. وليه ما تقدرش؟ لان في ناس ثانيه مش هتقدر تنام الا لما عاود داري. تقصد مراتك؟ مراتي وامي والحج. خلاص كلمهم وطمنهم عليك وقول لهم ان انت هتبات في مصر عشان عندك بكره الصبح شغل ضروري. ما اقدرش، انا ما اقدرش اعمل كده، هيقلقوا عليا. ما هو انت كمان لو سافرت انا اللي هبقى قلقان عليك. يعني انا كان عندي حق لما تصورت ان انت الانسانه الوحيده اللي ممكن تسمعني؟ انا حاسه اني اعرفك من زمان، حاسه ان الدنيا بعتت لي حد يحس بيا، حد اعتمد عليه، حد اطمن من وجوده جنبي. مع ان انا اللي فكرت اجيلك. مجرد تفكيرك ده اكد كلامي. من اخر مره شفتك فيها انا حسيت ان انت عاوز تقول لي حاجه وما قلتهاش، صح؟ صح. علا انا لازم امشي. يعني برضو مفيش فايده؟ لازم يبقى كل شيء على ما هو عليه. طب وانت؟ انا حاعود داري، احط راسي على المخده وافضل سهران صاحي لحد النهار ما يطلع، بعدين اقوم البس هدومي وانزل اروح شغلي، اقابل ده وابتسم في وش ده واحل مشكله ده واشوف طلبات ده وهلم جره. لامتى؟ مش عارف. الحكايه حلها بسيط. متهيئلك. صدقني بسيط. صدقين انتي، اللي يده في الميه مش زي اللي يده في النار. طب خد بالك من نفسك. حاضر. على فكره انا نسيت اشكرك على سؤالك على سيف. الا من حق، انت جبتي النمره منين؟ من شيماء. لما ندى كلمتها وحكت لها على اللي حصل لاخوها طلبت نمرتك وانا اتصلت بيك عشان اطمن عليه. ندى ما قالتليش. ما انا قلت لشيماء تقول لها يعني ان هي اللي عايزه النمره عشان تطمن عليه. انا ما حبيتش اسبب لك اي مشاكل. انت انسانه جميله قوي يا علا، وانت قلبك كبير قوي، اللي زيك هيفضل طول عمره تعبان. شفتي بقى ازاي؟ مش قلتلك
هستأذن أنا عشان معاد الطيارة قرب. تحب أوصلك المطار؟ لا لا ما تتعبيش نفسك، في عربية جابتني وهترجعني. خد بالك من نفسك. حاضر. هشوفك تاني؟ أكيد أكيد. عن إذنك. Sorry, I never told you all I wanted to say. أنت ما جاتش ليه؟ يعني مش هتاجي؟ هستناك بكرة المغربية في نفس المكان عند فرح ومحروس؟ لا لا، ما عايزاش حد يضرب الحديث اللي هيدور بيناتنا. زي ما اتفقنا هستناك بكرة المغربية، اوعاك ما تجيش زي المرة اللي فاتت، هتبقى ضيعت على نفسك فرصة حل مشاكلك. ما تستعجلش، بكرة هتعرف كل حاجة. مع السلامة. هي بقى طلبك ليه؟ هي مش كلمتك قبل كده وانت قلت لها انك مش هتقابلها؟ هي عايزه تقابلني مره تانية يا انجي. وانت ناوي تعمل ايه؟ هتروح لها؟ بتقول عنديها حل للمشكله اللي احنا فيها دي. حل لانهي مشكله بالظبط؟ اللي احنا فيها يا انجي. اكيد عرفت انني مش موافق على الجواز منيها، والمشكله دي عامله بلبله في البلد كلها. وتفتكر ايه بقى الحلول اللي هي ممكن تقدمها؟ ما اعرفش اي حل اني موافق عليه، المهم نخلص. ماشي يا ادهم، انا مش مطمنه الموضوع ده. ايه يا سيدي، مش هنتعشى ولا ايه؟ مفيش واكل يا سيف. يلا يا سيف نمشي. يلا انجي استني. انجي في ايه؟ مفيش، هبقولك بعدين. ايه يا ابني اللي حصل؟ سامية بنت عمك اتصلت بيا مرة تانية يا سيف. سامية؟ وكيف تعمل كده منها الحالة؟ هي اتجننت ولا ايه؟ ابوها لو عرف هيعمل مشكلة. انتوا لسه ما اتخطبتوش. والله ما انا خابر يا اخويا، اعمل ايه؟ والله ما انا خابر. يلا نغور. يلا حضرتك ساكن في العمارة دي؟ أيوه. طب من فضلك أتم وسيف ألاقيهم إمتى؟ مواعيدهم إيه؟ هم مالهمش مواعيد حضرتك. حضرتك خبطت عليهم؟ آه خبطت ومحدش فتح لي. هم بيجوا بيمشوا ما نحسش بيهم. طب متشكرة أوي. أقول لهم من حضرتك؟ أنا قربتهم وهرجع لهم تاني. مع السلامة. مع السلامة. يا مدام إيمان مش هينفع. أنت لازم تفهمي إن العلاقة اللي ما بيني وما بينك علاقة دكتور والمريضة بتاعته بس. أنا ما أقدرش أخون مراتي. يا ستي أرجوكي فهميني، مش هينفع. أنا آسف، يا ريت تعتبري المكالمة دي آخر مكالمة ما بيني وما بينك. مع السلامة. مساء الخير شريف. مساء النور، كنت فين؟ عديت على أتم وسيف. برضو يا نهلة؟ يا ترى وصلتي لإيه؟ ما وصلتش لحاجة لأني ما لقيتش حد. بص يا نهلة، أنا آسف، أنا لازم أرجع مصر. أنت عارفة أنا عندي عيادتي والمرضى بتوعي، وهم أهم بوجودي جنبهم. وجودك جنبهم أهم من وجودك جنبي أنا؟ أنا لو وجودي جنبك هيجيب نتيجة كنت استنيت، بس أنا شايف إنه ملوش أي لازمة. وين جه تعمل معايا؟ هاخدها معايا مصر لغايه ما انت تحلي مشاكلك هنا، وبعد كده ندور لحل لمشكله انجي. الو شريف، من فضلك ما تقفلش السكه في وشي. مين دي اللي كانت بتتصل بيك؟ انت ايش عرفك انها واحده؟ سمعتها وهي بتقول لك يا شريف ما تقفلش السكه في وشي. واحده عيانه عندي في العياده. والعيانه بتقفل السكه في وشها برضه؟ مش عايز ارد عليها يا ستي. مش عايز ترد عليها عشان انا قاعده جنبك، مش كده؟ نالا انت بتلمحي لايه؟ انت بتخوني يا شريف. رد عليا، بتخوني.
نهلا صدقيني انا مش عايز اعمل كده. انا لو كنت عايز اعمل كده كنت عملت كده من زمان. وايه اللي منعك؟ اني بحبك وبحترمك وبحترم نفسي كمان. اخص عليك اخص عليك. وبنتك اللي واخدك وبقول لها ايه؟ انا ادافع عنك ازاي دلوقتي؟ دافع عن نفسك انت يا نهله. انت ليه معتبره ان انا الغلطان؟ ما انت السبب في كده كمان. بتحاول تدور على اي عذر عشان تداري بالمصيبه السودا اللي انت عملتها دي. المصيبه دي انت السبب فيها. انت اللي بعدتيني عنك كزوج عشان اهتماماتك بقت في حاجات وهميه انا مش فاهمها. انا عايش معاكي هنا في كابوس. الحقي بقى اللي فاضل يا نهله. الحقي بقى، احنا حياتنا بتتدمر كده. ارجوكي افهميني بقى. عن اذنك. يلا بقى يا طارق. زي ما تحب يا نهى. مستعدين على ايه بس؟ ما انت قاعده معايا شويه يا حبيبتي. معلش يا مامي كفايه كده. خلاص بقى يا نهى خلينا قاعدين شويه. لا يلا يا طارق. زي ما تحبي. ريحها يا طارق. معلش يا مامي هجيلك بكره. يلا مع السلامه حبيبتي. هتوحشيني يا مامي. اخريش عليا. كلميني الصبح. وانت تكلميني على طول. اسالي على مامتي. المهم انت اخبارك ايه؟ بتاخدي الدواء معانا ولا لا؟ باخده يا حبيبتي بس انت اسالي عليا كده وريني وشك الجميل ده. مامي عشان خاطري خلي بالك على نفسك. حاضر. امال فين بابي صحيح؟ انا شفته طلع قط فوق اكيد طلع ايه صار. طب سلمي لي عليه وبصي لي. حاضر يا يلا يا طارق. اتفضلي. ولا اقول لك يا مامي انا هطلع ابص عليه وابوسه بس من غير ما يحس. مفيش فايده فيكي. يا طارق يا ابني يا حبيب قلبي احنا عارفين ان احنا تعبينك. انا وعمك واثقين فيك وانت قدها وقدها. شكرا يا طنط على الثقه دي. بس انا بقى كمان ايه عايزاك تحط البت دي في عينيك الحلوه دي. يا طنط نوها دايما في عينيا. إسلام. كمان سيادتك عارفة أنا بحبها قد إيه؟ عارفة يا ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا طارق يا ولدي. إيه؟ بتقول إيه؟ مات ده؟ خير يا ابوي؟ عمك اصمت تعيش انت. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. جهز حالك انت وجابر ومحفوظ ننزل مصر. طبعا طبعا يا ابوي. لا الا الله. لساهم كلمني. بعدين يا ابوي ما تعملش في نفسك كده، انت راجل مؤمن. لا اله الا الله. لا اله الا الله. هبا الحج. ما تخافش. ما تخافش يا ولدي. انا كويس. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيف سيف. سلام يا سيف باشا. إيه يا ابني اللي جابك هنا؟ أنا ما نمتش طول الليل بفكر في اللي ممكن يحصل في النجع واللي ممكن تعمله معايا سامية بنت عمك جابر. هيحصل إيه يعني؟ ولا حاجة. خير إن شاء الله. أديك هتروح وتشوف. والله لو عندها حل يبقى خير وبركه، ما عندهاش يبقى ما خسرتش حاجه ويا دار ما دخلك شر. ما تيجي نخرج انت وراك ايه دلوقتي؟ انا عندي ماموريه ولازم انا اخلصها واشوفك بعديها. والماموريه دي هم اخوك يعني؟ ايوه طبعا هشوفك بعديها. سلام. انزل يا عم سلام. اطلع يا عم الحاج. الكلام ده نهائي ومش عايز اي مناقشه فيه. طب ومامي؟ ماما هتقعد هنا يومين كمان. معقول يعني؟ بقى هي جايه عشان اغير جو واقوم اسيبها واسافر؟ هي حره يا ستي. وانت يا ميسه هترجعي معانا عشان احجز لك ولا لا؟
لا يا انكل، انا مش حاضر اسيب طنط لوحدها طالما انتم مسافرين. انا شايف ان ده حل مناسب. عموما انا هخليهم يحجزوا لنا النهارده بالليل يا بكره الصبح. طيب يا ريت يا بابي خليها بكره الصبح. حاضر يا ستي، هنخليها بكره الصبح. انا اذنكم. ما انا مش ممكن اسافر غير لما اشوف ادهم واطمن عمل ايه مع بنت عمه. بصي يا انجي، واضح ان اونكل جاي واخد قرار السفر كويس قوي، وحابب بس ان هو يجي عشان ياكدهولك، ولو حس انك بتمطلي معاه في موضوع السفر هيزعل منك قوي، خصوصا ان هو عارف موضوعك مع ادهم كويس. يعني سافر كده من غير ما اشوفه ولا حتى اودعه؟ سيبي الامور تاخد شكلها الطبيعي وربنا يحلها لحد بكره. مش عارفه، انا حاسه اني قلقانه وخايفه ان اي حاجه ممكن تحصل. الله، ايه يا هيثم يا حبيبي، انت مسافر ولا ايه؟ لا يا بابا، انا خارج رحله جدا، بس كنت عايز اتكلم مع حضرتك شويه قبل ما امشي. طيب هسيبكم انا مع بعض شويه. لا ازاي بس يا ماما، ده انت وجودك مهم جدا. خير يا حبيبي؟ بصراحه بابا بقى الموضوع يخص جدا، حرام نسيبه عايش لوحده وهو في السن ده. شوف يا هيثم، انا عمري ما قصرت مع جدك خالص، وانا ومامتك ياما اتحايلنا عليه يجي يعيش معانا هنا، لكن هو مصمم رافض يسيب الفيلا اللي كان عايش فيها مع جدتك الله يرحمها. معلش يا بابا، ما هو معذور برضه، وعشان كده انا فكرت اني اروح اعيش معاه في الفيلا، واحده واحده احاول اقنعه انه يجي يعيش معانا هنا. خلاص يا سيدي روح، بس انت بتغيب، وبصراحه بقى انا ما اقدرش على بعدك، فلازم تجيب جدك وتيجي تعيشوا معانا هنا احسن. وبعدين معاك يا سلوى، سيب الولد على راحته، الولد كبر خلاص، وبعدين يا ستي ما هو مصيره يتجوز ويسيب البيت، هتعملي ايه ساعتها بقى؟ من بوقك لباب السماء يا بابا. الولد بيتلكك. ايه ده ايه ده ايه ده، شكلكوا كده في حاجه انا ما اعرفهاش. المهم قلتوا ايه؟ ماشي يا سيدي، روح لجدك بس لازم تقنعه انه يجي يعيش معانا هنا، بس ما تاخرش عليا. حاضر يا ماما، ما تقلقيش، بعد اذنكم. اتفضل يا حبيبي. سلم على جدك يا هيثم. حاضر يا ماما. يا رأفت، الولاد كبرونا، بس هيثم شكله في حد في حياته. يا ستي خليهم يكبرونا على راحتهم، خلينا نفرح بيهم وبولادهم. ده حجز الطيران اللي حضرتك طلبته امبارح. شكرا صلاح. صلاح معلش، ممكن تلغي لي الحجز ده؟ تلغيه؟ يا ريت. طبعا. شكرا. رايحه وين يا بنت؟ اصلك ايه؟ مالك مش على بعضك كده؟ لا ياما ما فيش، كنا هنروح نقعد شويه مع فرح وناخدها ونروح السوق. طب يا اختي روحي، بس ما تعوجيش وابقي سلمي عليهم. حاضر ياما، ما عاوزاش حاجه؟ عاوزه سلامتك. سلام عليكم. استعجل لي التحليل بتاعت الراجل اللي كان نادي دلوقتي. دي ايه اللي جابك هنا؟ مش قلت لك ما تجيش هنا تاني؟ انا جايه عشان اعرف راسي من رجليا يا حمدي. عاوزه تعرفي ايه؟ ما انا سابها وقلت لك كل ظروفي. يعني ايه؟ يعني هتتخلى عني يا حمدي؟ وطي صوتك، انا ما وعدتكيش بحاجه وما ضربتكيش على ايدك. لا افتكر زين، انت وعدتني بالجواز. حصل، بس قلتلك لما اخلص سنتين التكليف واعمل الدراسات بتاعتي. يعني ايه؟ هستناك العمر كله؟ والله لو عاوزاني اهلا وسهلا، مش عاوزاني مع الف سلامه. بقى كده يا حمدي؟ يعني هترجع في حديدك اللي قلته؟ والله انا قلتلك كل ظروفي من الاول. لا انت ما تعرفنيش، انا هفضحك واقول لابويا على كل حاجه. هقول ما حصلش وبترمي بلاكي عليا، وباثباتي بقى عكس كده. بنتي يا سهام روحي عالدار انتي، وانا هروح شويه عند فرح.
ولو حد سألني عليك هقول له ايه؟ حسك عينك تقولي ان احنا كنا هنا. حاضر يا ستي. أرجوك يا أدهم أول ما تقابلها وتشوفها هي عايزة إيه تكلمني وتطمني عليك ضروري. ما تقلقيش عليا يا حبيبتي. سلامة يا أدهم، أبقى طمني عليك وربنا يجعل فرجي وعلى يد سامية زي ما بتقول. ما تقلقش عليا يا أخوي، إن شاء الله خير. ألف سلامة. السلام. سلام يا ميس. باي باي يا أدهم. ما تقلقيش عليا مرة تانية يا حبيبتي، إن شاء الله خير. مع السلامة. مساء الخير يا ده. مساء النور يا سامي. كويس انك جيت، كنت خايفة انك ما تجيش زي المرة اللي فاتت. وديني جيت يا سامي. قولي اللي عندك عشان انا مستعجل وعندي شغل بدري في لوكسور ولازم انا اعود النهاردة. انا سمعت ان انت بتحب واحدة تانية في مصر وناوي تتجوزها، صح؟ صح. وعرفت منين؟ مش مهم عرفت منين، عرفت وخلاص. قولي بقى هتعمل ايه؟ هعمل زي ما انت لسه جايلة بعظمة لسانك، عايزة اتجوزها. طب وانا؟ انتي لو عندك حل قوليه يا بنت الناس، ما عندكيش سيبيني عاود لحالي واشوف مصالحي بنفسي. اسمع يا ده، انا ليا عندك طلب، لو حققتهولي هيحل كل مشاكلنا وبعدها كل واحد يروح لحاله، موافق؟ موافق على ايه؟ مش لما اعرف الاول؟ تتجوزني. اتجوزك؟ ولو لاسبوع واحد وبعدها كل واحد يروح لحاله وتطلقني، وساعتها لحد هيقول لك اتجوزتها ليه ولا طلقتها ليه؟ هو جدي ولا ابوي ولا حتى ابوكي هيسيبونا نطلقك ده بسهوله؟ انت كده بنت الناس بتعجديها مش بتحليها، ولا عايزه تحليها من اصله. بعد اذنك اسمع يا ادهم، ما تبقاش عصبي. عايزه تقولي ايه تاني؟ اصل بجوازك ليا هتحلي لي مشكله كبيره قوي، ما خبراش احلها كيف. مشكله ايه دي؟ مش فاهم. احب على يدك ما تسالنيش، وبعدين هتعرف كل حاجة في وقتها. وقتها ميتة. انطقي. ليلة الجواز. ليلة الجواز؟ تقصدي ايه؟ انطقي يا بيت، تقصدي ايه؟ اصل انا يا ادهم كنت بحب واحد ووعدني بالجواز وبعدين خلي بي. سلمتي له نفسك يا فجرة؟ كنت بحبه يا ادهم. بتحبيه؟ انا عشت لك بدا دول. ابويا لو عارف حاجة هيقتلني. يا ده اللي حاسس بيه يا بنت. يا بنت عمك باللحمك وبالدم يرميك العيلة كلها يتحط راسها في الوقت. وما فكرتيش ليه في الكلام ده وانت بتتنيلي على عينك؟ انت الموت ليك احسن يا بنت. مين الواد ده؟ انطقي. مين الواد ده؟ انطقي. اسمه ايه؟ انطقي يا بنت، اسمه ايه؟ انطقي. انطقي. Thank you.
ايه يا انجي؟ انتي هتفضلي قلقانه متوتره كده؟ تفتكري ايه اللي هيحصل؟ وهتقوله ايه؟ يا ترى هتلاقي حل للمشكله دي وهتساعدنا فعلا؟ ممكن تهدي، وبعدين مين عارف، مش يمكن تكون انسانه كويسه ومتعاونه؟ تفتكري؟ اهو كلها شويه وادم يتصل بيكي ونعرف كل حاجه. قوليلي طنط وعمي فين؟ فوق في اوضتهم. اهي طنط دي بقت لغز كبير قوي، مش عارفه الاقي له حل، مش عارفه هي ليه بتعمل معايا كده. انا تعبانه قوي يا ميسة، حاسه اني في دوامه مش عارفه اخرج منها، حاسه اني في حرب، كل اللي حواليا بيحاربني، حتى امي اللي المفروض تبقى معايا واقفه جنبي مش عارفه بتعمل معايا كده ليه، مش قادره الاقي سبب. معلش يا انجي، كل حاجه وليها حل ان شاء الله. وبعدين اكيد دلوقتي طنط مش عارفه قد ايه انتي وادهم بتحبوا بعض، لكن لما هتعرف مش هتعارض، صدقيني وهتقف جنبك انتي وادهم. ممكن بقى تبطلي القلق اللي انتي فيه بقى وتيجي معايا عشان ننام؟ لا اطلعي انتي وانا هحصلك. طب عشان خاطري خلي بالك من نفسك، انا هستناكي. حاضر. ولقيت الناس اتلمت عليا يا سيف، فخفت وجريت، مش عارف جيت هنا ازاي، جيت راكب ولا ماشي، مش عارف يا سيف. انت العمده دي اتجننت ولا ايه؟ يا فاكره انها بجديها تورطك عشان تتجوزها وما تتجوزش واحده تانية؟ انا لازم امشي من هنا يا سيف، لازم اروح اي مكان تاني، زمن النجع مقلوب وطبعا هيصدقوها، محدش هيكذبها. بس انت لازم تواجههم وتقول لهم الحقيقه. اواجه مين يا سيف؟ مش حال اذا كنت انت من النجع اصلا، مين هيديني فرصه اتكلم او يسمعوني اساسا؟ هتروح فين طيب؟ اي مكان بعيد عن هنا هيكون افضل يا سيف. يعني انت هتفضل هربان عشان بنت كدابه؟ هتضيع مستقبلك وحياتك؟ ما انا عايز نعمل ايه يا سيف؟ ما انت خابر النجع زين وناسه، وخابر العمده، ده مش هيكفي فيها رقبتي يا سيف. بس والله العظيم ده ظلم، والله العظيم ما لمستها، والله ما لمستها. انا عارف يا اخي، ما انا عارف ومتاكد، بس انا مش عارف اعمل لك ايه. طب نروح البلد نقابلهم ونواجههم ونقول لهم ان بنتهم كدابه؟ يا ريته كان ينفع يا سيف، لكن مين اساسا هيسمعني ولا يديني فرصه حتى اتكلم؟ ده مش بعيد يطخوني قبل ما رجلي تخطي النجع. طب هنعمل ايه؟ المشكله دي لازم يكون لها حل. سامي يا بنت عمك حطيتني مشكله ملهاش اي حل يا سيف، ملهاش حل واصل يا اخوي. وانجي انت نسيتها؟